السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الشيخ زلف دوزيام اني كوليج، مرحبا بكم في الحصه رقم 4 دائما من الدرس ديالكم الفيكتور اي ترانسلاسيون. اليوم غنبداو بواحد التمرين الفينيش ديال غولاسيون دو شال، وغندخلوا البرهانه والاسئله ديال الامتحان. نخدموا واحد التمرين ديما كيتحط في الامتحان الشهري. قبل ما نطلقوا نذكركم العرض بسم الله في ماذا تريديش، الا مازال ولدي ما سجلتيش غتلقى الواتساب لتحت باش تدخل جروب هذا الواتساب، يكون عندك حصص مع الاستاذ، تاخذ لي سيرفيس لي بي دي اف الدروس ديالك، تستافد من الخاصيه ديال بريباراسيون الامتحانات ولي كونترول ديالك، التواصل في الواتساب طيله الاسبوع باستثناء يوم الاحد. اكثر من هذا ميزات اضافيه بحال جوجل ميت، وهادشي كامل. كاينه مسابقه في المغرب سميتها توب ديسير، غتخدم المات وغتقسم معنا الديسير اللي كيشاركوا فيها التلاميذ ديال العرض، كتشوف فيها الكلاسمو ديالك، الترتيب ديالك في المغرب. تخيل كتنافس واحد العدد كبير ديال التلاميذ في المغرب وسميتك تطلع في الطابلو في كل في نهايه كل اسبوع. تفاصيل اخرى الواتساب لتحت، مرحبا بكم. هادشي كامل بواحد الثمن مناسب جدا. على بركه الله. اول تمرين غنبداو به عنده علاقه بغولاسيون دو شال اللي ديجا شرحناها في الحصه السابقه. الا كنت يا ولدي جيتي مباشره ودخلتي عند البروف الوردي الحصه 4، كليكيتي على الحصه 4 وساليتيه وبتي في التعليقات راه ما فهمتش، راه عادي والله حتى كنفهمك. انت الا ما فهمتيش انا كنفهمك. علاش؟ انت ما شايفش حصه 1، ما شايفش حصه 2، ما شايفش حصه 3، طبيعي ما تفهمش. حيت دابا هادشي اللي غادي نديرو عنده علاقه بالحصه 3، عنده علاقه بالحصه 2، عنده علاقه بالحصه 1. صافي هابركو بسكره باينه هاد القضيه بلا ما نشرحها لك. عندنا باراغرام هنا، هذا اكزيرسيس، عندنا ا بي سي دي سي دان باراغرام، انا قلته لك في التمرين. اوكي كومبليتي لي زيغاليتي سويفون، دونك اكمل المتساويات التاليه. الى عقلتوا الشباب الحصه اللي فاتت قلنا بان غولاسيون دو شال علاقه ديال شال كنديرها الى كان عندي واحد الحرف مثلا، مثلا هذه كتسالي بالسي وهذه كتبدا بالسي، بحال دابا هذه العمليه باسله، غنحيد السي مع السي، ها هي بقات ادي، ها هي جاوبنا عليها بلا ما نشعر. صافي حيدنا السي مع السي، ولكن فين كاين الاشكال؟ شوف 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 هذه، شوف ا بي زائد ادي، دابا هنا ما كاينش علاقه شال. شنو قلت الحصه اللي فاتت؟ قلت لك شوف بعينيك، هذه باش كتسالي، كتسالي بي، وهذه باش كتبدا، كتبدا بأ. إذا باينة بعينك مكاينش علاقة شال، ولكن غدير واحد الحركة، غتبدل البلايص، تقول يا ربي تكون، أجي نبدلو بلايص، يلاه بسم الله. يعني أ بي غنكتبها هي الأولى مع اللام، و أ بي غنكتبها هي الثانية، برافو عليك. أو أو أو، هاني بدلت البلايص، مكاينش علاقة شال. وشنو ندير أستاذ واخا بدلت البلايص؟ هو علاش قال لك أ بي سي دي سي تان باراغرام؟ باش تستعن به، باش تاخذ منه شي حاجه تنفعك. معلم عرفتي شنو غنديروا دابا؟ غنديروا التعويض. شنو غنديروا؟ هذا ادي، شنو نهضركم الشباب؟ ان ادي نعوضها هذا، ولا عرفتي شنو؟ نعوض ابي اللي بغيتو بحال بحال الاشاره اللي حبيتو، بغيتو نعوض ادي ولا ابي؟ انا نعوض ابي، نخلي ادي، نخلي ادي، انا نخليها ونعوض ابي، ولا بغيتو ندير لكم نقلبوها نقلبوها يخرج نفس الجواب. انا خليت ادي ونعوض ابي، باش غنعوض ابي؟ يلا كون ناضي. الفيكتور ابي شنو كتساوي؟ باينه درنا في الحصه اللي قبل الثانيه، باراغرام دو فيكتور ايغو، يعني فيكتور ابي اش كتساوي؟ معلم هادي باش نثبتها لكم الشباب، باينه عندك باراغرام سي، نعاود نذكرك بها. سي عندنا باراغرام مثلا سميتو ا بي سي دي، صافي دونك مباشرة اش كيعني؟ كيعني ان هاد الفيكتور ا بي كتساوي الفيكتور دي سي، متفقين؟ والعكس صحيح، الا عندي دو فيكتور ايغو يعني بلاص دونك ندير سي، او بلاص سي شنو ندير؟ ابركو بت كنظمو كاس العالم، غندير دونك. يعني الا عندك فيكتور كتساوي فيكتور دونك باراغرام، انتهى الكلام. صافي صافي. اذا مادام انا عندي باراغرام، اذا راه عندي هذا الفيكتور كتساوي الفيكتور، وبطبيعه الحال كونترير، ان حتى هذا الفيكتور هذه ا دي بطبيعه الحال حتى هي ولدي كتساوي الفيكتور بي سي، هذه كتساوي هادشي غابيل. اذا حنا في هذا التمرين واش هذا ماشي باراغرام؟ اذا الفيكتور ا بي ما كتساويش دي سي؟ ها اذا عندي الحق نعوض هذا ا بي باش؟ معلم بدي سي، ناضي كناضي، رد لي دابا البال، ولات كاينه علاقه شال ولا ما ولاتش؟ حل ودنيك. او 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 هادي مشات مع هادي، اذا شنو بقى؟ بقى ا سي، وانت ساليت. صاف 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 عاد فهمت. واش استاذ هاد التمرين هذا كيحطوه في امتحان بحال هاد الشكل؟ كيحطوه تيجي استاذ ديما تيقول لك في الاول، تيقول لك سوا ا بي سي باراغرام كومبليتي لي زيغاليتي، تيقول لك يلا اكمل الفراغ،
هنا ما كتلقاش علاقه شال كدير تعويض، كيقدر تكون وحده فيها علاقه شال بحال هذه باسل هذه الابتدائي، ولكن تلقى وحده ما فيهاش كدير تعويض. كيفاش تعويض؟ وحده كتخليها وحده كتعوضها. واش نخليو الاولى ونعوضوا الثانيه، ولا نخليو الثانيه ونعوضوا الاولى؟ بحال بحال اللي حلي درتيه صحيح. اجي نديرو دابا العكس، ها انت عقل على الجواب، عقل على الجواب. شحال خرج اصي؟ شنو غنديرو دابا؟ خلينا الاولى وعوضنا الثانيه، دابا غندير العكس. شنو هو العكس؟ غنعوض الاولى وغنخلي الثانيه، هي الثانيه نخليها. ولكن شي واحد تقول يوسف واش ممكن نعوضهم بجوج؟ لا، تخلي وحده وتعوض وحده، صافي باينه. ادي باش تعوض ادي، هاي لو فيكتور ادي، اش كتساوي فيكتور ادي؟ معلم لو فيكتور بس. ايوا من بعد حل العين كاين علاقه شال، قال لي استاذ كنشوف بعيني واش كاين علاقه شال بعيني. هذه باش كتسالي؟ بالسي. هذه باش كتسالي؟ باش كتبدا ما كاينش علاقه شال. ولكن بلاتي شنو قلت لك؟ تقلب البلايص، الا شتي بعينك ما كايناش ما تحكمش تتبدل البلايص. راه جي نبدلو بلايص. كيفاش خصنا نبدلو بلايص؟ هاد الاول هاد الثانيه نكتبها هي الاولى، وهادي نكتبها هي الثانيه. ها وحل دابا ودنيك. ها او 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 ها هي مشات بي مع بي. شنو بقات؟ اسي نفس الجواب. مشيو الشباب لهادي اي ا زائد اي سي. قبل ما نخدمو هادي هاد البارولوغرام راه السونتر ديالو هو اي. الى لاحظتي لي دياغونال عندهم لو ميم ميليو، تنقولوا لو ميم ميليو سي تادير اي كاينه في الميليو ديال دي بي، واي كاينه في الميليو ديالاش ديال اسي. مزيان دابا قال لك اي ا زائد اي سي. يا ربي تكون علاقه شالي بعينيه نشوفها. باش كتسالي هادي ب ا باش او تو ما كايناش علاقه شال. اذا شنو ندير؟ بدل بلايص معلم. قال لي استاذ ما نقولش ما كايناش حتى نبدل البلايص. كنولفك دابا الميثود معلم ان شاء الله في التسعه في هذا غتولي بلا ما تبقى تبدل البلايص تعرف. ولكن دابا بزاف ما تبقاوش تحرقوا المراحل. مزيان انا بدلت البلايص. باش كتسالي هادي بالسي. ما كاينش علاقه شال. شنو غندير دابا؟ تعويض تعويض. وحده خليها وحده عوضها. يلا بسم الله. يلا خلي تخلي اي سي، خلي الاولى بقاو تخليو الاولى وعوضوا الثانيه. بغيتو قلبوها قلبوها اللي بغيتي. يلا اي ا باش نعوضوا اي ا. هي لو فيكتور اي ا. شوف 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 لو فيكتور اي ا طالعه بحال هكا. هذه هي لو فيكتور اي ا. شنو غتساوي؟ شنو غتساوي؟ غتساوي اي سي. الا سي اي. علاش؟ حيت اي ا طالعه الفوق. انا الاول لك اي ا. شوف 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 اي ا طالعه الفوق. شنو كاين؟ شنو فيكتور اللي كتساويها؟ هي هذه سي اي. هذه حيت خصها تكون بافيغو بافيغو. اذا تعوضها باش بالسي اي. برافو لك. ومن بعد الا لاحظتي غتمشي السي مع السي. غير عين فوا تدير تعوض كتلقى علاقه شال. شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك اي اي. يا شفنا في الحصه اللي فاتت هي فيكتور فيكتور نيل معناتها هي صفر شفنجه. صافي واضح. يلا نمشيو لاخر وحده. يلا بي اي زائد دي. يا ربي تكون علاقه شال. يا ربي يا ربي. هذه باش كتسالي بإي؟ هذه كتبدا بدي. ما كايناش بدل بلايص. ما تقولش ما كايناش حتى تبدل البلايص. هاك تدير الفيريفيكاسيون معلم. باش كتسالي هادي؟ ايه باش كتبدا بيه. رسميا ما كايناش. اذا شنو؟ التعويض. وحده نخليها. قال لي استاذ وحده نخليها وحده نعوضها. انا نخلي هادي ونعوض حتى. يلا بي اي. يلا لو فيكتور بي اي. لو فيكتور بي اي هي هادي. هاي بي اي هابطه لتحت. اذا شنو غتساوي؟ اي دي معلم. اذا نعوضها باي دي. ابخي هادشي اي مع اي غتبقى ليا دي دي. يلا ولدي خدم ولا نديرو لك دي 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 دي. اذا الفيكتور نو. اذا شنو نكونو سالينا التمرين الاول. غنمشيو دابا التمرين اللي كيتحط ديما في الامتحان. ما تزابيش بعد الفاصل. يلا الشباب غنمشيو دابا للتمرين. عرفتي راه محمس بزاف لهذا التمرين. التمرين اللي كيتحط في الامتحان. البرهانه خوتي الله يعطيكم الجنه قولوا امين. الا بغيتكم تركزوا معايا في شي درس، الا بغيتكم في شي حصه عفوا، هي هادي. وبالضبط في هذه اللقطه اللي غنبدا دابا نهضر، لان غنهضروا على البرهانه ديمونستراسيون. غنعطيكم لي تكنيك كيفاش تبرهنوا. لان التلاميذ كتلقى عندهم مشكل في البرهانه، ولكن غيتحل المشكل باذن الله. كيف وعدتكم في البروبليم عقلتوا ودرنا ثلاثه هاد الحصص، وكتبتوا لي انتم في التعليقات بان ما بقاش عندنا وصل المشكل بروبليم. الحمد لله على الاقل اكيد ما بقاش 100%، ولكن تحسن ان شاء الله. حتى المشكل البرهانه في الترس الفيكتور غادي يتحسن عندكم. ولكن توعدوني تكملوا دابا الفيديو اولا. ثانيا كتب داكشي اللي غنقول لك، حيت انا غنعطيك لي تكنيك ديال البرهانه كتبو عندك. صافي يلا بسم الله. اذا التمرين غيطلع قدامكم باش نربحوا الوقت، وكذلك نربحوا لي سباس ديال السبوره. ا بي سي ان تريون كيف ما كتشوف عندنا مثلث. ها هو مرسوم. اول سؤال باسل كونستخويغ لو بوان او ليماج دو سي بار ترونساسيون دو فيكتور ا بي. علاش قلت سؤال باسل؟ لان ديجا خدمناه او ليماج دو سي بار ترونساسيون ا بي، وكنت عطيتكم واحد الشيما كيفاش الفخاز كنردها خوتي غولاسيون. هادي درناه بالرسم الرسم، وقلت لكم هاد الشيما مهم بزاف. علاش؟ حيت كتنفعني باش نجاوب على جوج اسئله. السؤال الاول باش نرسم بوغ كونستخويغ، والسؤال الثاني باش نبرهن بوغ ديمونتخي.
متفقين؟ اذا عندي فخاز، شنو هي الفخاز؟ او ليماج دو سي، كيف ما كتشوفوا او ليماج دو سي باغ لا ترونساسيون ا بي، اجي نحولوا العلاقه. دونك او نكتبها هنا ليماج دو سي، ها هي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا بي. هادشي اللي كندير اخوتي دابا غير الوسخ. علاش؟ لان انت ما غاتقدرش تجاوب على السؤال الا ما حولتيش هاد الجمله او ليماج دو سي، العلاقه ما غاتعرفش ترسمها. اذا اجي نحولوا العلاقه او ليماج دو سي باغ ترونسا ا بي، كيفاش العلاقه كتولي؟ كنكتب ا بي هي الاولى و تنكتب هاد السي او مقاده. فوالا هادشي راه ديجا شرحناه بطبيعه الحال. يلا بسم الله، دابا غادي نرسمو لو بوان او اترافير انا نرسمو دو فيكتور ايغو. اذا بسم الله، اذا كيف ما شرح ليا استاذ عندي دو فيكتور ايغو، اذا فين هي لا ماشين ديالي؟ دابا الناس اللي تيفهموني اش نقول لهم، راه هما اللي دايرين الحصص، ماكش داير الحصص، انا راه تنفهمك وما غنلومكش، سي داير الحصص. عندي ا بي وعندي سي او، فين هي لا ماشين؟ لا ماشين هي الفيكتور اللي مرسومه، هي ا بي لو فيكتور ا بي. دونك غتعطي اوردر ليمن، غتحكم ليا في السي، غتقول سيري في لو سونس ديالي. دونك ا بي غادي هبط بحال هكا، معني السي تاهي هبط بحال هكا، صافي باسله. اذا دابا غادي نحتا ويلا انا غادي نجيب الكومبا هو في يدي، ناخذ الكومبا نعبر لا ماشين ديالي بحال هكا فوالا تقريبا. من بعد غنجي لو بوان سي، غنحط الكومبا ديالي، غندير القوس الاولاني بحال هكا. من بعد غنعبر من السير ا بحال هكا، غنجي لو بوان بي وغندير القوس الثاني. ومباشرة الشباب باش ما يبردش الماركور، سير علم النقيطة، النقيطة علمها هادي صافي، ولصق لي اخويا. ها هي لو فيكتور سي او. بطبيعة الحال الشباب، مادام الفيكتور ا بي ايتيغالا لو فيكتور سي او، دونك هذا راه غيكون باراليلوغرام اكيد. راه قلت لكم قبيله في البرهانه دو فيكتور ايغو، يمكن لك تكمل. شحال دابا التلاميذ يقول لك استاذ واش نرسم واش نكمل هذا الشكل؟ كملوا عادي، كملوا. ها هو اذا الشباب، هذا السؤال الاول ديال الرسم عادي. اجي شوف السؤال الثاني، مونتري كو لو كادريلاتير ا بي او سي ايتان باراليلوغرام. اذا يلا ركز معايا، كيفاش كنبرهن باراليلوغرام؟ نعطيك دابا التكنيك، دابا غيبدا المسكي، ركز معايا باش نبين باراليلوغرام. شوف اون جينيرال، اون جينيرال شباب، قاعده بصفه عامه، باش نبين باراليلوغرام كندير واحد تشالنج مع راسي، تحدي. شنو هو التحدي؟ تنقول لهم شوف، الا بغيتو نبين لكم هذا باراليلوغرام، غنمشي نبين لكم فيه راه كاينين دو فيكتور ايغو، دو فيكتور ايغو، جوج فيكتور متساويين. مثلا هذا باش يكون باراليلوغرام شنو خص يكون؟ ضروري سوا خص يكون الفيكتور ا بي كتساوي الفيكتور دي سي، سوا نبينو هادو ا بي كتساوي دي سي اللي بالاحمر، او نبين هادي ا دي كتساوي ا دي كتساوي شنو كتساوي بيس. علاش؟ حيت الا كان عندي دو فيكتور ايغو، سوا دو فيكتور هادو، سوا وحده فيهم، ها وحده ماشي بجوج. الا عندي هادي راه بروغرام، الا عندي هادي راه بروغرام. وهذه هي التكنيك، عقل تنرفع تحدي، كندير تشالنج، تيقول لي بين هذا باراغرام، تنقول شوف باش نبين هذا باراغرام غنمشي نبين لك فيه دو فيكتور ايغو. كي غندير ليه انا غنقولها لك، ولكن دابا الفلسفه خاصها تكون في راسك. غنقول لك بين باراغرام، تقول لي باش نبين هذا باراغرام يعني خصني نبين هذا الفيكتور كتساوي دابا باش نبين هذا. دابا اجي نشوف انا، دابا باش قال لي السؤال هو بين هذا باراغرام، اذا شنو خصني ندير؟ خصني ندير تحدي، يا اما نبين هذو اللي بالاحمر متساويين. شنو هما اللي بالاحمر باش نديرو الالوان؟ مع انتم تبارك الله عندكم مع الالوان، هادو اللي بالاحمر ا بي او سي او، الا بينتهم متساويين نجحت باراليلوغرام، ولا ما نجحتش غنمشي نفكر نبين ا سي او بي او وحده فيهم. مزيان، دابا انا رجعتي معايا للمعطيات ديال التمرين، دابا فهمتي الفلسفه، رجعتي للمعطيات ديال التمرين، في خبارك بان هاد الفيكتورات اللي بالاحمر ها هما ديجا عندك. ها هي ا بي كتساوي سي او، ويلي ما رديتيش البال. ولكن مين جبتي يا استاذ السؤال الاول؟ عقلتي باش كندير لك كونستخويغ او ليماج دو سي باغ لا ترونساسيون ا بي؟ علاش قلت لك فراس كتحول الغولاسيون؟ ها هي الغولاسيون اللي عندك غتنفعك باش ديمونطري، باش تبرهن. راه عطيتك، شوف عطيتك اللاصق. اذا ديجا عندي هذا الفيكتور كتساوي هذا الفيكتور، اذا مبروك هذا باراغراف. اذا كي غنجاوب على السؤال الثاني، غنقول ديجا اون لدينا ا بي كتساوي سي او، حيت ديجا قالوا لي. باش قالوا لي؟ قالوا لي بليماج، متفقين؟ الا بغيت كاع ندير واحد اللعيبه باش نكون انا منظي الاستاذ، نقول له بعدا اون او ليماج دو سي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا بي، نجيب له انا من الاول، فهمتي البلان؟ دونك اش كيعني هذا؟ كيعني ان الفيكتور ا بي كتساوي سي او، باينه
الوغ مباشرة عندي دو فيكتور ايغو، الحروف اللي كاينين هنا كيشكلوا لي باراغرام. كاينه واحد القضيه، بلا ما نشوفوا الشكل نعرفوا السميه الباراغرام. كتكتب ا بي هي الاولى، و سي او كتقلبها كتبدا ب او عاد سي، دونك ا بي او سي اي تا باراغرام. حنا تنكتبوا هاشتاغ اختصارا الشباب، ونكونوا هكا قفلنا السؤال الثاني. اذا شوف الله يجازيك بخير، فراس ترانسفورميها الغولاسيون بوغ دو شوز، بوغ كونستروير هذيك، بوغ كونستروير انا متاكد انت فاهمه ضابطه، كتحول العلاقه باش تحصل. يمكن بوغ ديمونطري دابا باقي تدوقها بشويه بشويه. كان واعدك راك معمول ديسير، راه تنقيلوا ناكلوا في الديسير مع التلاميذ، راه تنقيلوا، راه الدراري باش نقول لكم واضحين اخوتي، حاكمين في المغرب. علاش؟ علاش حاكمين في المغرب؟ ماشي حيت مع البروف الوردي، ماشي حيت استاذي معايا راني ديما معاهم وهما ديما معايا، لا، وكاين الكيلوات ديال الديسير كيتكالوا في الماط، كاين لي سيري، كاين لي كونترول، كاين لي سيرفيس، كاين الهربه، كاين الهربه في الخدمه. الحمد لله عرض بسم الله بفضل الله عز وجل رقم واحد في المغرب. ها الواتساب لتحت الشباب، دخلوا مرحبا بكم، الثمن راه مناسب، ثمن مناسب جدا بالابارابور الجوده اللي كاينه في الخدمه. راه عمل تقريبا شبه يومي، غتنضي شي حاجه سميتها الماط، من دابا غتنضي الماط ديالك. راه الماط راه القليله معامل سبعه في الباك، اما ليسونس ماط راه معامل تسعود. مادة أساسية لك شغل تشي سونتيفيك بطبيعة الحال أو تقني. رجعوا يلا، إذا جاوبنا على السؤال، نمشيو دابا السؤال من بعد، نمشيو السؤال من بعد. عاوتاني كونستخويغ إف ليماج دو بي باغ لا ترونساسيون أ بي. أسئلة تيعجبوني عادي جدا. عاوتاني قال لي يا أستاذ غنحولها لعلاقة إف ليماج دو بي باغ لا ترونساسيون دو فيكتور أ سي. إذا غندير العلاقة ديالي. هاد اللعيبة ديال كدير علاقة هادي كديرها في الورقة الوسخ. علاش؟ إلا بغيتي تكتب الأستاذ راه لا بأس، أي عارفك راك معلم، غتقول اون هادي تحول العلاقه وعاد ترسم معلم. كتبتيها في الوسخ راه مزيانه، ولكن ضروري تكتبها بعدا حيت غادي تنفعك في البراهينه. بحال اللي بغينا نجاوبوا على هذا، ما احتاجيناش. تخيل باش واحد ما دارش هذا، ما غاديش يعرف يجاوب اصلا، ما عرفش يرسم. دونك اف ليماج دو بي طونس اسي تادير لو فيكتور اسي ايتيغالا بي اف. صافي، دونك دابا غادي نحتاجو اخوتي عاوتاني الكومبا. اذا لا ماشين ديالي شناهي هي اسي، غتعطي اوردر لمن؟ البي. دونك اسي غادا بحال هكا، صافي اسي عطا بحال هكا باش نتاكد الشباب. اف كونستخويغ اف ليماج دو بي هذيك باغ لا ترونساسيون دو فيكتور دو فيكتور ا بي. اعتذر ماشي اسي، راه التمرين طالع قدامكم الشباب. ا بي داكشي علاش شكيت انا سبحان الله. فيكتور ا بي يلا اذا لا ماشين هي ا بي غتعطي اوردر البي. دونك ا بي هابطه بحال هكا، غتقول بي سيري في لو سونس ديالي. دابا ا بي غتهضر مع بي، سيري في المنحه ديالي. ا بي هابطه بحال هكا، ها هي بي غتسمع الهضره. شوف هي بي، ها هي درت لها راسها كبير، ها هي بي غتسمع الهضره. كي غتمشي اطلع الفوق، غتمشي هكا، غتمشي هكا معلم، غتهبط لتحت. علاش؟ حيت ا بي هابطه هكا ولدي. اذا انت بي غتهبط انا، وانا ما نحتاجوش اصلا الكومبا، غنشدوها المسطره حيت هاد لي بوان يكونوا اليني، وغنطولوها في المرحله الاولى ما نحتاجوش الكومبا. ومن بعد عاد نحتاج الكومبا. علاش؟ غير باش نعبر هاد المسافة اخوتي، باش نعبر هاد المسافة من هنا لهنا، هادي من هنا لهنايا فوالا. وغنجي اخوتي وغادي ندير بحال هنايا غير باش نلقى لو بوان ديالي اللي هي اف. انا البيكار مع مطاطي مع السبورة كيتمسخ كشي، علاش؟ كنحاول نيفيتي شوية. صافي، اذا هنا اخوتي غتكون عندي لو بوان، لو بوان اف. اذا كيف ما كتشوفوا الشباب، لو فيكتور ا بي، هاي لو فيكتور ا بي، لو فيكتور ا بي جوج شريطات كتساوي لو فيكتور بي اف. شي واحد تيقول لي يا استاذ انا فهمت واحد القضيه، حسيت بك قلتيها، بي فين كاينه؟ معلم كاينه في الميليو. وهنا قاعده كنت قلتها لكم الشباب في الدرس، الى عندي فيكتور ا بي ايتيغال بي اف، الحرف اللي تيكون كيتعاود، الحرف اللي تيكون تيتعاود بحال باش نعرف كيتعاود هنا هو بي، سيتادير بي غتكون في الميليو. بي غتكون فاش؟ في الميليو. قال هذه المعلومه إن فوا يكون عندك حرف هنا كيتعاود راه بي كاينه في الميليو. ما عليناش، نمشيو دابا للسؤال اللي من بعد. مونتخي ويلي هو السؤال، مونتخي كو بي ميليو دو ا اف. والله ما رديت البال، مونتخي كو بي شنو وصلك دابا بلا ما تحس؟ بلا ما تحس شنو وصلك؟ انا كنتفاعل مع التمرين، اي سؤال عطاوني كنخرج منه معطى. هنا بغيتك دير واحد اللعبه في البرهانه، دير واحد الصندوق، دير واحد الصندوق. انت ملي كتخدم دير واحد الصندوق في جانب الورقه، كتكتب فيه لي دوني اللي عطاوك، واي معطى عطاك حولوا العلاقه، عطاك جمله حولها، اي معطى عطاك خرج منه وكتبه في الصندوق. علاش؟ ملي كتبغي تجاوب على السؤال كتحتاجه. بحال دابا مثلا هو السؤال قال لك مونتخي بي ميليو، ها
هانت مونطري بي ميليو دولار. شوف انا شنو كتبت في الصندوق دابا، هادي هادي كان عليك تكتبها في الصندوق، تكتبها هنايا، تكتبها هنايا هنايا. ملي كتكتبها كتقول ويلي هما قالوا لي بي ميليو دولار، ها هو انا مجاوب وبلا ما نحس، فهمتي البلان؟ كيوقع للدراري انهم ملي تيجي يجاوبوا تيقول لك ما فين هما المعطي، هو راه ما كاتبش، متفقين؟ يلا غادي نمسح الشباب هادي. اذا باش نجاوبوا على السؤال رقم 3، انا غنمسح كل شيء ابخي، من بعد الى احتاجينا شي حاجه ان شاء الله نعاود نديروا لا غابيل، ماشي مشكل. اذا السؤال رقم 3، اذا السؤال رقم 3 باش نبينوا اخوتي، شوف باش نبينوا بي ميليو خاصنا نبينوا هذا الفيكتور كتساوي هذا الفيكتور. عقل من يقول لك بي النقطه في الميليو خاصك تبين هذا النص كيساوي هذا النص، سهله ماهله. الا بغيتي تثبت لي بانني انا كاين في النص ديال السبوره، اشنو خاصك تثبت لي؟ خاصك تثبت لي بان المسافه مني لهذا القنت ديال السبوره هو قد المسافه مني عاوتاني لهذا القنت. اذا الا بغيتي ديمونطري بان بي كاينه في الميليو د اف، خاصك اودي تمونطري بان ابي كتساوي ابي كتساوي بي اف. ولذلك السؤال الحقيقي هو نمونطري نبين ان ابي كتساوي بي اف. اذا هذا هو السؤال، ماشي ديك الجمله ديال مونطري بي، لا ما تقولش حنا اللغه العربيه، خاص كنحول غولاسيون. ها هو السؤال بصح ولي، الا بينتي ابي كتساوي بي اف نجحتي، جمله حول العلاقه باش تفهم السؤال. اوكي كي غندير استاذ نبين هذه ديجا ديجا هما عطاوك شنو اون اف ليماج دو بي، ديجا عطاوك اف ليماج دو بي باغ لا ترونسلاسيون ا بي، عطاوك ما عطاوكش. وهاد العلاقه اش كتعني؟ دونك كتعني اولدي بان الفيكتور ا بي كتساوي بي اف، وانت نجحتي في التحدي بكل بساطه. سيتادير مادام بينتي العلاقه يعني راك بينتي الجمله، سيتادير بي ميليو معلم دو اف. ولا اعتقد بانك تكون مازال ما فهمتيش بعد هذا الشرح خوتي، تنعرق معكم في الفيديو. الله يجازيكم بخير، بغينا الدعاء ديالكم، هاد القناه بغينا تبقى صدقه جاريه. طيب الله عز وجل شير الفيديو في 2030 ولا ما عرفتش 2040، هذه معنا ما عندنا فيها ربح في اليوتيوب، لا مالت الاشعارات وداكشي محيدين وما كنربحو منها والو، صدقه جاريه. طيب الله عز وجل يتقبل، حنا خدامين مع وليدات الناس الحمد لله ربي رازقنا، حنا خدامين دابا. اذا نمشيو دابا الشباب السؤال الاخير، مونطري كو لو كادريلاتير بي اف او سي اي ان باراغرام. السؤال اللي حير العلماء، السؤال اللي حير الاطباء ديال الرياضيات هو هذا، ولكن انت غادي تجاوب عليه لان سؤال ساهل غيجيك، تبع معايا. بين ان الرباعي بي اف او سي باراغرام، اول حاجه غتبينو لعينيك فين هو هذا الرباعي بي، ها هو بي اف او سي. والله الا تيبان باراغرام، يا سلام تيبان باراغرام بصح. كي غدير تبينو باراغرام؟ ودابا غتركز معايا مزيان، غتركز معايا مزيان. شنو قلت لك قبيله باش بغيت تبين باراغرام؟ عقلتي قلت لك تدير تحدي، غنعاود نذكرك. يا لا انت شوف شنو قبيله قلتها لك، باش تبين باراغرام كدير تحدي، سوا كتبين هادو متساويين، هادو متساويين، سوا هادو متساويين العكس. كاين ولا ما كايناش؟ يلا اجي نطبقوا هاد الفكر على هاد، نرفعوا تحدي، نديروا تحدي تشالنج. يلا فين هو الباراغرام ديالي؟ هو هذا بي اف او سي، انا اللون لك بالحمراء. وهذا شي باش تركز معايا فيه. دابا يلا دير لي تحدي في نظارك، في نظارك واش نتحداهم نبينوا هادو متساويين بي سي كتساوي اف او، واش نديروا التحدي هذا بي سي كتساوي اف او، نديروا التحدي اللي بالكحل ياك، نديروا التحدي اللي بالكحل، ولا نديروا التحدي اللي بالاحمر هذا بي اف كتساوي سي او. يلا شنو تيبان لك انت غير بركوبتك؟ شنو تيبان لك اش من تحدي نقدروا ننجحوا فيه؟ واش نبينوا هادو متساويين ولا نبينوا هادو متساويين؟ شي واحد تيقول لي استاذ شنو التحدي؟ ما فهمتش انايا، انت عاد دخل شي الفيديو دابا وما يمكنش. راه قلت لك قبيله باش تبين باراغرام انت كتحدى. شوف انا غنبين هادو متساويين، الا بينتيهم كيفاش انا غنهضر عليها، الا بينتيهم نجحتي، اذا انا باراغرام مبروك. الا ما قدرتيش سير بين هادو وحده من جوج، انا تيبان ليا الشباب، انا تيبان ليا هادو اللي بالاحمر. عرفتي علاش؟ حيت بكل بساطه باش نبينو حنا دو فيكتور ايكو اش غنديرو؟ غنقلبو لهم على فيكتور كتساويهم بجوج. فكرة صعيبة ياك، انا غنشرحها غنمسح هادشي حيت غيخصنا السبورة كاملة. ركز معايا،
اسمعي الله يعطيك الجنة، هذا هو السؤال الاخر، ما تزابي السؤال مهم بزاف. يلا شوف 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 تحدي، واش نبينوا هذا ولا نبينوا هذا؟ شوف ديما عقل عقل باش تبين دو، انا عندك دابا اون جينيرال باش تبين دو فيكتور متساويين، باش تبين دو فيكتور متساويين عرفتي شنو خصك دير؟ خصك تقلب ليهم باش يطلعوا هادو مساويين، قلب ليهم على شي فيكتور كتساويهم بجوج. تخيل معايا ان هاد ا بي والسي دي بجوجهم كيساويو مثلا او اف. تخيل ها، تخيل معايا دابا هادشي اللي كندير لك خيال وصف. تخيل معايا ان ا بي كتساوي او اف او ميم طون، شوف ركز، ا بي كتساوي او اف. تخيل معايا انا عطيتها لك، هادي رقم واحد، رقم واحد هادي، وتخيل معايا رقم جوج او اف حتى هي كتساوي شنو؟ كتساوي سي دي، كتساوي سي دي. انا غندير لكم الالوان، نتوما عندكم مع الالوان بزاف، او اف غنكتبها بالاحمر باش يبقى يبان لك الاحمر مع الاحمر. يلا ركز معايا استاذ، تخيل معايا ان ا بي كتساوي او اف اي او ميم طون لو فيكتور او اف كتساوي سي دي، في النهايه شنو غتستنتج؟ كون ناضي وتفاعل معايا، اش غتستنتج؟ باينه، غتستنتج بان الفيكتور ا بي كتساوي سي دي. باينه، علاش؟ نعطيها لك بطريقه وحده اخرى كنت درتها معكم في لي دغوات باغاليل في السابعه. انت نفترضوا مثلا هاد ا بي، هاد ا بي، هاد ا بي، انا تندير هاد الامثله للدراري نديرو لك عاوتاني نتايا. نفترض ا بي هو ياسين، ومع احتراماتنا السياسيين الغزال اللي كان كيتبعنا، ونفترضوا هو سي دي هو محمد، يالا مع احتراماتنا سي محمد الغزال. الا بغيت نبين ان ياسين خو محمد، وتخيل معايا ان او اف هو اشرف، الا كان اشرف خو ياسين، اشرف خو ياسين، واشرف خو محمد او ميم طون، يعني شنو في الاخر؟ ياسين خو محمد، باينه ما يمكنش تكون ما فهمتيهاش. وبالتالي الا بغيتي تبين دو فيكتور ايغو، سير قلب لهم على فيكتور كتساويهم بجوج. الا بغيتي تبين جوج خوت، قلب على خوهم الثالث. والله ما كاين ما بسط من هذا الشرح، جمع راسك ما فهمتيش، عندنا مشكل. الا ما فهمتيش كاين مشكل، عندك مشكل، خصك ترجع لاباس يا سير. اذا اوت صافي فهمت، اذا باش نبين دو فيكتور متساويين خصني نقلب لهم على شي فيكتور كتساويهم. صافي مزيان واخا. وباش نعرفها انا استاذ، انت تبع معايا، انا غنمشي معاك نقول لك انا مثلا نفترضوا ان هاد بي سي كتساوي اف او، تحدي ونبينوا هادو. واش هاد الفيكتورات هادو، هادو اللي بالكحل، هادو اللي بالكحل، واش كاينه شي فيكتور ملاقيه معاهم؟ كتبان لك كاينه شي فيكتور ملاقيه معاهم، بحال دابا مثلا كاينه شي فيكتور هنايا باغاليل معاهم، ما كايناش، اذا مليون في المية هادو ما غنخدموش عليهم. ها اللي غنخدمو عليهم هادو، علاش؟ حيت هادي كتساوي هادي، وهادي كتساوي هادي، اذا في الاخر غنطلع هادو متساويين. باينه، يلاه جيك غادي نكتب. شوف اون دابا حنا غنقلبو انبينو هادو اللي بالاحمر، شنو غادي ندير؟ انت لاحظ الوسخ، الوسخ، لاحظ معايا بي اف، بي اف الوسخ، ضروري دير الوسخ، هذا هو التحدي، ضرب على هذه ما غنشحوش في هذه، عارفين غنشحو في هذه. بي اف، بي اف اش كتساوي؟ كتساوي ا بي، كتساوي ا بي. شي واحد تيقول لي علاش عطاوها لي قبيله، قبيله ملي قالوا لي اف لي ماج دو بي باتوس ا بي، ديجا عندي مزيان. سي سي او اش كتساوي؟ سي او حتى هي كتساوي ا بي، علاش؟ قبيله عطاوها لي ملي قالوا لي او ليماج دو سي باغ تروس ا بي. السؤال الاول كتساوي ا بي، او سي او حتى هي كتساوي ا بي، وشنو قلنا لك؟ اذا غيطلعوا هادو متساويين. صافي يلا اجي نكتبوا هادشي اللي درتي في الوسخ، هو اللي غادي ديرو. شنو غادي نكتب انا؟ شوف لدينا اون، لدينا هذا كيساوي هذا، غنشوف شوف 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 بي اف ايغالا ا بي، هادي غنسميها رقم واحد، هادي غنسميها رقم واحد، وملي غنهبط غنجيستيفي ليها بكل بساطه، غنقول كاغ. الا كانوا قالوها لي نيشان في التمرين بلا ما نقول كاغ، حتى نجيستيفي، ولكن الا قالوها لي بشي جمله خصني نقول لهم الجمله عادي. اذا بي اف كتساوي ا بي، علاش؟ حيت كانوا عطاونا اف ليماج دو بي باغ لا ترونساسيون ا بي، اذا نكتب لهم كاغ اف ليماج دو بي باغ لا ترونساسيون ا بي، متفقين؟ اذا هذه رقم واحد. رقم جوج، ها نشوف هادي كتساوي هادي، رقم جوج هذا كيساوي هذا. معلم سي او ديما كتكتب الجواب وعاد كتكتب تحت منه الجيستيفيكاسيون، ولا في هذا الميثود تقعد على الاقل حتى لا غلطتي في الجيستيفيكاسيون غيكون عندك الاجوبه بعدا صحيحه. انا بطل السطر وغندير كاغ،
علاش سي او كتساوي ا بي؟ قالوها ليا، قالوا لي او ليماج دو سي باغ لا فورس ا بي. شنو قلت لك؟ غولاسيون كتبرهن بها، كتبرهن عليا من خلال لافخاز، ولافخاز كتساعدك العلاقه باش تثبت فيها لافخاز. هما علاقه تكامليه، هذه كدي وكتجيب. اذا انا علاش جوستيفيكاسيون؟ كار او ليماج دو سي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا بي. هذه غتسميها رقم جوج. صافي هذه دو ان اي دو. شنو غتقول؟ من واحد وجوج. اون ديدوي، اون ديدوي معناتها انا استنتج كو ياسين خو محمد. بي اف كتساوي ا بي، و سي او كتساوي ا بي، معناتها هما كاملين متساويين. يعني انا عندي الغرض ها بي اف، هما كاملين مساويين. بي اف كتساوي سي او كتساوي ا بي. بلا ما نقول تساوي ا بي، عندي ما ندير بها، انا باغي نبين غير هذا. وبالتالي انا نجحنا في التحدي، بينا بي اف كتساوي سي او، وملي بينا بي اف كتساوي سي او، اذا هذا شنو سميتو؟ باراليلوغرام. دونك بي اف او سي ايتان باراليلوغرام. خوتي نكونوا هكا ختمنا الحصه رقم 4. غنفكر واش نضيف لكم حصه اخيره ولا حس لي زوبجيكتيف درتو معكم كاملين. يمكن نزيدكم شي حصه، نعاود ندير شي تمارين عاوتاني، نقمح واحد البرهانه باش تضبطوه مزيان. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، و بارطاجيو اخويا هذا الفيديو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا كاع التلاميذ ديال المغرب. ما تنساوش تحضر رقم 5 المغرب عاد بسم الله في ماده الرياضيات مع البروف الوردي الفوز النفس فوز. رقم 9 تلقاو الواتساب لتحت باش تدخلوا جروبات الواتساب في المستوى ديالكم الدراسي. تاخذوا تيكون عندكم جوج حصص في الاسبوع مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس في الدروس ديالكم، يكون عندكم تواصل مع الاستاذ طيله الاسبوع باستثناء يوم الاحد، تستافدوا من الخاصيه ديال بريباراسيون لي كونترول ديالكم بجانب ميزات اخرى بحال جوجل ميس. اكثر من شي كامل كاينه مسابقه الموتيفاسيون سميتها توب ديسير، كتنافس مع التلاميذ ديال المغرب، كتشوف الكلاسمون ديالك كل سيمانه. برنامج متكامل رقم 5 المغرب. السلام عليكم.